السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بلايس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبات ارك فير ايفولف. كما تلاحظون يا شباب، هذه الابديت جديدة خاصة بلعبات ارك سرفايفل ايفولف. وكما تلاحظون نحن الان في ايام الهالوين، والهالوين يحتفل به الاجانب، لذلك قام مطور اللعبة بعمل ابديت جديد للعبة وقاموا بتسميتها ارك فير ايفولف. هيا يا شباب فلنبدأ ونكتشف الجديد الذي تم اضافته بلاي سينجل بلاير. حسنا يا شباب، نحن الان في اللعبة يا شباب. لاحظوا معي الابديت الجديدة، لاحظوا معي الوان الشجر كأننا في فصل الخريف. يا سلام، لقد تم تغيير الوان الشجر كأننا في فصل الخريف. اوراق الشجر اصبحت صفراء وقليل من اللون الاحمر في الاوراق. هيا فلنأخذ سترونج. يوجد العديد من الاشياء التي لا نحتاجها عند سترونج. سوف اقوم بتنظيف الانفنتوري الخاصة به فيما بعد. حسنا، لاحظوا معي يا شباب، لاحظوا معي اوراق الاشجار، صراحة روعة. لاحظ معي هذه الاشجار هنا باللون الاحمر، اللون الاحمر والوردي، جميل جدا يا شباب، جميل جميل يا اصدقاء. انظروا معي هنا يا شباب، تم وضع اعتقد هذه هي القبور، قبور خاصة بالديناصورات او بالناس على ما اعتقد. لاحظ معي الصليب، لان اغلب المطورين اعتقد بانهم مسيحيين او شيء من هذا القبيل. لكنهم لماذا يقومون بوضع الصليب؟ لانه صراحة حتى ولو كان المطورين مثلا ملحدين او مسلمين او شيء من هذا القبيل، فإنهم يقومون بوضع الصليب لأن في الديانة المسيحية فإنهم لا يدخلون في مثلا الصراعات، أو أن البابا مثلا سوف يأتي ويقول لهم لماذا وضعتم الصليب في اللعبة إلى آخره. لذلك فإنهم أحرار في وضع الصليب مثلا إلى آخره، يعني ليس مثل المسلمين مثلا. إذا كانت هناك أي أشياء في أي لعبة مثلا فيها علاقة بالإسلام، أكيد سوف تجد بأن المسلمين سيتكلمون وسينهضون. لذلك فإن أغلب الألعاب فإنهم يقومون بوضع الصليب إلى آخره. حسنا يا شباب، يمكننا الاستفادة من هذه المقابر، وهي أنه يمكننا أخذها. هل سمعتم الصوت يا شباب؟ هذا مخيف يا أصدقاء. سوف أخذ هذه المقابر وأضعها في أحد الصناديق الخاصة بنا فقط للاحتفاظ بها. هذا الشيء مخيف. سوف اترك الصليب فانا لا اريده. لقد قمت بحمل صليب. اين هو الصليب؟ اعتقد انني لم اقم بحمله. جيد جدا. حسنا، هيا فلنذهب الى سترونج ونقوم بوضع هذه الاشياء في المنزل. فأكيد نحتاج هذه الأشياء في المستقبل إذا لم يتم حذفها عند حذف الأبديت. حسنا، سوف أضعهم قرب الفايبر. stolen headstone. A headstone stolen from Agravia. نعم، لقد قمت بسرقتها. لم يكذبوا علي، سوف أقوم بسرقة المزيد كذلك. لما لا.
أكيد. جيد جيد. 4 قطع، 5 قطع، 7 قطع. جميل. هيا فلنا داب يا شباب. هذه هي أحد الأشياء الموجودة في الأبديت. هيا فلنقوم بوضعها في الصندوق. جميل. سوف نستعمل واحدة منها في آخر الفيديو. سوف تروني يا شباب. وهنا يا شباب في هذا المكان توجد أشياء جميلة كذلك. لاحظوا معي مقبرة أخرى، لكن في هذه المقبرة يوجد دخان. لاحظ معي الدخان هنا. أوه هذا مخيف. أشياء مخيفة يا شباب. ولاحظوا معي هنا الكاستم الخاص بالهالوين، ويمكننا أخذه كذلك. سكيركرو، اسمه سكيركرو. هيا فلنقم بأخذه يا شباب. لقد قاموا بوضع هذه الأشياء، وكذلك أعتقد أنه يمكننا أخذ هذه الأعشاب الموجودة هنا في الأرض. أنا أضغط لكن لا أعتقد أنني أستطيع أخذها، لكن أكيد أكيد أستطيع. انتظر سوف أجرب الفأس. لا حسنا، هيا فلنطر إلى هنا ونرى هل يمكنني أخذ تلك الموجودة أمام المنزل. نعم نعم يمكنني أخذها. لاحظ معي 4 قطع من البامبكين. جميل جميل، يمكنني أخذ العديد من قطع البامبكين هنا أمام المنزل. روعة روعة يا شباب. جميل. هذا الصندوق فارغ. جميل، يمكنني أن أضع البامبكين من هنا، ويمكنني أن أضع الجرافيارد كذلك في ذلك الصندوق. لقد نسيت بأن لدي صندوق فارغ. فايبر. جميل. حسنا فلنضع الجرافيارد هنا. لدينا السكيركرو ولدينا البامبكين، سوف نقوم باستعمالها من بعد. الآن يا شباب سنقوم بالطيران ونحاول إيجاد بعض من الديناصورات التي تمت إضافتها. وعدنا يا شباب، لاحظوا ماذا وجدت هناك. إنه سكيليتون فيمال سكيليت سكيليتال فيمال سكيليت الألفا كارنوتوريس. لاحظوا معي يا شباب إنه سكيليتون. ألفا سكيليتون. سوف نحاول قتلها رغم أنه من الصعب قتل هذه الديناصورات المعظمة. فقط من العظام. سوف نحاول قتلها يا شباب. جميل، لقد قمنا بقتل ألفا سكيليتون. فلأدخل إلى الإنفنتوري لكي أرى ماذا حصلنا. نعم لقد حصلنا على كارنوبون كاستم. جميل هذا البون يا أصدقاء، فهو كاستم كما نقول كوستيم بالفرنسية. يمكنني مثلا إذا كنت مروض كارنو مثل هذا، فيمكنني وضع الكاستم في الكارنو وسوف يصبح شكله معظم. فقط بالعظام هكذا. روعة روعة يا شباب، هذه هي الأبديت الجديدة. أعتقد أن هذه الأبديت ستستمر لمدة أسبوع. ولقد حصلنا على مستوى كذلك. واو، عند قتل هذه الديناصورات فإننا نحصل على العديد من الإكس بي. أين سوف أقوم بإضافة هذا المستوى
أعتقد سوف أقوم بإضافته في الويت لكي يستطيع الأرخن تيفيس حمل المزيد. جميل جميل جدا يا شباب. وماذا حصلت بريميتيف؟ أعتقد أن هذه الأشياء يمكنني حذفها. نعم يا شباب، لكي تقوم بحذف الأشياء التي لا تريد من الانفنتوري فقط ضع الماوس فوق الشيء واضغط على او او اضغط على او فقط اضغط على او وسوف تتم حذفها من الديناصور او راميها كما نقول. الأشياء التي لا نحتاجها يمكننا رميها كذلك. هكذا جميل جدا يا شباب، جميل جدا يا شباب. حسنا سوف أستمر يا شباب في محاولة البحث عن باقي الديناصورات المعظمة وسوف أعود بعد قليل. أوه كما تلاحظون يا شباب، The Dodorex has appeared. يجب علينا محاولة البحث عن Dodorex، وهو ديناصور عملاق لكن من الصعب إيجاده في هذه الخريطة الكبيرة جدا. من الصعب إيجاد Dodorex يا شباب. أين أنا؟ أين أنا؟ فلنفتح الخريطة. أنا هناك في الجانب ولا توجد أي شيء يدل على مكان وجود Dodorex. Dodorex يا شباب هو ديناصور خطير جدا، وهو ديناصور أسطوري. إذا وجدناه في الفيديو فأكيد سوف نكون من بين الأشخاص القلائل الذين شاهدوه. أين يمكنني إيجاد Dodorex؟ أين يمكنني إيجاد Dodorex؟ لقد قمت بقراءة في الويكيبيديا الخاصة بأرك سرفايفل أنني أستطيع إيجاد الريكس قرب. لاحظ لاحظ معي تلك الشهوب التي تنزل من السماء. واو، هل هذا هو مكان Dodorex على ما اعتقد؟ سوف اقوم بالذهاب الى مكان نزول الشموع او النجوم اسف النجوم في السماء. اعتقد ان هذا هو مكان وجود Dodorex على ما اعتقد، فانا لم يسبق لي ان رايته. لكن ما قرأت في الويكيبيديا أن Dodorex يمكنك إيجاده قرب البحر أو شيء من هذا القبيل، قرب المحيطات في تجمع خاص بالدودو. هناك ينزل Dodorex. حسنا يا شباب سوف أحاول الدوران هنا. إذا وجدت Dodorex سأعود بعد قليل. وعدنا يا شباب، لم أجد Dodorex لكن انظروا إلى القمر. كما تلاحظون فهذا وجه Dodorex. حسنا هيا فلنطر قليلا إلى هنا لكي يظهر جيدا. لاحظوا معي هذا هو وجه Dodorex. وصراحة هناك شهوب نازلة من السماء لكنني قمت بالطيران ولم أجده. أكيد سوف يكون في مكان ما لكن لا أعلم كيف سنستطيع إيجاده. حسنا سأتابع السفر حول الخريطة يا شباب وسوف نرى إذا كان بإمكاني إيجاده أم لا.
وعندنا يا شباب وكما تلاحظون لم أجد الدودو ريكس. لقد قمت بالطيران في الخريطة كلها ولكني لم أجد دودو ريكس، والطير الخاص بي فهو ثقيل قليلا. لاحظوا معي الدودو ريكس لقد اقترب من الاختفاء من الخريطة مرة أخرى. أنا الآن في جزيرة الموت، لم أجدها في جزيرة الموت كذلك. أعتقد أنني علي الذهاب والبحث جيدا، لكني أعتقد أنه لن يظهر لأنه سيختفي بعد قليل. فلاحظوا معي وجهه في القمر، لقد اقترب من الاختفاء. سوف نحاول إيجاده في مرة أخرى يا أصدقاء، لا تقلقوا. وعدنا يا شباب ولاحظوا معي ماذا وجدت، إنه الدودوريكس لاف الواحد. لاحظ عندما أقترب منه الموسيقى، موسيقى الخوف، وهو خطير جدا يا شباب. أحاول الهجوم عليه، لاحظ كم من طاقة أخذ من الطير الخاص بي. وأهرب ويستطيع كذلك الضرب بالنار كالتنين. إنه خطير فعلا يا أصدقاء، لا أعتقد أننا نستطيع قتله. هذا هو الدودوريكس يا شباب. إنه خطير جدا. هيا فلنقف هنا لكي نراه جيدا. واو وقد أرسل النار علي. يستطيع كذلك الصعود، يجب علي الاحتياط، من الممكن أن يقتل الطير الخاص بي في أي لحظة. خطير يا أصدقاء. حسنا هيا فلنأتي إلى هنا. هل يستطيع الصعود عندي؟ إنه خطير يا شباب. سوف أوقف الطير هنا. لاحظوا معي يا أصدقاء، لاحظوا إنه خطير جدا. شاهد معي النار. خطير يا أصدقاء. حسنا يا شباب، هذا هو الدودوريكس. لا أعتقد بأننا نستطيع قتله إلا إذا كنا نريد فقدان الطير الخاص بنا. إذا كنا نريد فقدان الطير الخاص بنا فأكيد يمكننا الاستمرار في مقاتلته. ريموت يوز ايتم لكي نحصل على الهيلث بسرعة. حسنا يا دودوريكس،
حسنا، هل تستطيع الصعود مرة أخرى؟ ووو صراحة من بين أخطر الديناصورات، وحاول التركيز في القتال. لماذا؟ أعتقد أنه لا يريد مهاجمتي. أعتقد هناك جليتش أو شيء من هذا القبيل. ووو كيف باستطاعته أن يصيبني ورأسه هناك؟ لا أعتقد أنني أستطيع قتله وحدي يا شباب، هذا من المستحيلات. نعم لا أعتقد أنني أستطيع قتله. لكن يمكننا المحاولة. أوه اوه انه قادم. حسنا يا دودوركس، ها انا هنا. صراحة إنه خطير يا شباب، لا أعتقد أننا نستطيع قتله. سوف نقوم بالذهاب للمنزل. لا أعتقد بأننا نستطيع قتل ذلك الدودوركس أو ترويضه أو شيء من هذا القبيل، فهو خطير جدا. المهم أننا وجدناه. المهم أننا وجدناه يا شباب، ولا أريد كذلك خسارة الطير الخاص بي. سنقوم الآن بالاتجاه إلى المنزل. وكما تذكرتم يا شباب، فإننا في حلقة ترويض السايبر توت. لقد قمنا بترويض تشيتين وقتلها الأرفا رابتر، كما تتذكرون لمن يشاهد الحلقات كاملة من ارك سورفايفل ايفولف، فأكيد سوف يتذكر انه عندما قمنا بترويض باغيرا، فقبل ذلك قمنا بترويض تشيتين ولقد ماتت يا شباب، وبعدها قمنا بترويض باغيرا. الان ما سأفعله يا شباب هو انه سوف آتي الى هنا، سوف يكون هذا هو مكان دفن الديناصورات الخاصة بنا في آرك
سوف أقوم باختيار هذا الهيدستون، سأقوم بوضعه هنا. إير سوف أقوم بتسميته Rest in Peace Chechen. R.I.P. Chechen يا شباب، هذه هي الدنيا يا شباب. هناك سايبرتوت يتمشى هناك. ما مستواك؟ 8 فقط. R.I.P. Chechen Rest in Peace Chechen. وكما تعلمون يا أصدقاء، هذه هي الدنيا، فأكيد يوما ما سنفارق الأحباب والأصحاب، لذلك لا تقلقوا يا شباب. لكن يا أصدقاء لا تقلقوا، فلا يزال لدينا سترونغ، فلم يستطع دودوريكس قتله، ولا يزال لدينا كذلك باغيرا، ولدينا الماموت، ولدينا كذلك تيراندن، وسوف يكون لدينا العديد من الديناصورات الجميلة والرائعة. هذه هي الابديت الجديدة الخاصة بلعبة ارك فير ايفولفد. اتمنى ان يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.